التونسي، لانه انت وقت كسياسي يلزمك انت تنصت الى الشعب التونسي وتشوفه هو شنو يحب وقتها تفورميل معناها المطالب نتاعك ولا الاستراتيجيه نتاعك. اما تجي انت تقول له اسمع يا شعبك انت ما تفهمش وانا نفهم، هذا ما يفهمكش فيها حتى حد راه ولا عمرها صارت، ولا حتى في شعب اللي تخيل معناتها ما عندوش حتى مستوى معناتها عندوش 10% قارين ما تتعداش عليه. تدير تونس معناتها انت تعرف الشعب شنو مستواه والناس شنو يقدموا شنو ينجموا يقولوا، على خاطر الناس باش يختاروا في صندوق راهو اقصى حاجه على المد. توا الكلام هذايا، الكلام هذايا الناس كل تقبله، هذايا هذا الكراي اللي ديما نسب فيها في الطابو متر كوب نتاع الزبيل، كراي تخدم في ناس عندنا عند نبيل، عند نبيل تقول الكلام اللي تقول فيه هذا اللي سي بيان سي بيان با وي سي تري بيان، مي اسكو تي الكلام تقولو تو هذا باش ينسيني انه نبيل ثلاثة سنين كامله عنده تلفزه ملك فملك سيادو، عنده تلفزه ملك الطليان، عنده تلفزه ملك الفاشيست الطليان، وعنده ثلاثة سنين هو واش يعمل يستغل جوستومون في الجهل 90% نتاع جهل الشعب المنايك، شو يعمل؟ 3 ans de propagande gratis face à un peuple ignorant et bête et stupide. Pourquoi? Parce qu'il est arabe et parce qu'il est musulman. من علام انت شوشو انت تحب تعرف الدول المتخلفه المنايك الاخلاق فيها اسقط نيفو، اكتب عربيه اسلاميه تطلق اسقط الاخلاق. وترهدين وتسكبين تو الحق هذا تو يستعملوا فيها، قال كلمة حق أريد بها بات، اي هي كلمة حق ولا نبي القرو ايش عمل نبي القرو؟ انت كصحفية ذكية قارية يا قحبة يا كراي يا صفاقسي يا مترو كوب نتاع الزبي اخي نبي القروي ما قامش بعملية احتيال اللي هي كلمة يانا، هي كلمة احتيال كلمة عربية سفرية، مش كون وصف بها العمليات اللي تعملوا فيها كل مش عمليات احتيال. تو انتوما في قناة نسمة تقولوا نبي القروي خطيه عمره ما كان سياسي وعمره ما كان في الأحزاب وجديد، كان يقعد تفكروا لا جديد وخطيب، شكون قوم دي كما مول باجي وكل سيستم اللي عايشين فيه ربه شكون؟ مخدمة نبيل. سي نورمال راهو انا با الدوا دو جوي او فوت ولا فير دو لاتليتيزم اون ايتون دوبي. سي نورمال كي فو با الفير، ممنوع الدوباج ممنوع. ممنوع زب. علاه؟ لأنه يعطيك قوة اصطناعية ارتيفيسيال بالنسبة للكونكيرون تاعك، باهي وأنت ثلاث سنين زبي وعالم الحب وصرارة والصدقة وصرارة والخير وصرارة وزب إيه الخير وصرارة يعني مخبي هاكو تورى في ربه أنتم الخير وصرارة يا ربي يا حلاق زبي شعب مسلم زبي وكي دي شعب مسلم دي شعب ميبون أخي المسلم 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 شو يعمل وقت يصلي مش يفقس نهار الكل هو عبد اخي تو الشعب التونسي عنده ثقافه سياسيه، هما سياسيين تونسيين عندهم ثقافه سياسيه؟ تصوروا انتم في فرنسا، في فرنسا واحد ثلاث سنين هو كل يوم مادد عنده تلزة كل يوم مادد وجه وعاون في الناس سوبر سي بيان، بعد يقولنا رئيس الزب ثلاث سنين وانت في بالكش بروحك باش تترشح للرئاسه يا نبيل تتكوح ولا انت ركبت على الفقر كيما ركبوا هما عاد جيان كيما ركبوا هما الاخرين عاد جيان كيما ركبوا هما عاد جيان. تو نبيل القروي ركب على شكون؟ على الفقر، على الفقراء، على الجهل والفقر والفقراء. الغنوش ايش ركب؟ ركب على القران، جانا بكتاب القران ربح بها صوار وجماعه التجمع والنداء وزبي جابوا بورقيبه. شنو الفرق ما بين اللي يستعمل في الدين واللي يستعمل في الموتى واللي يستعمل الفقراء؟ ثلاثة سقات. الثلاثة سقات. مشروع بورقيبة فاشل، معروف مشروع بورقيبة فاشل، فاشل، فاشل. كيفاش مشروع بورقيبة فاشل؟ مش هو مؤسس الدولة الحديثة؟ هالدولة الحديثة هذه دولة؟ هذه إطارات؟
شوف مو الصحفيين والكوادر الكل في البلاد اللي قاريين مثقفين هما نتيجة سياسة تعليم شكون؟ مو برقيب. العقلية والنفسية الإدارية والفنية والحزبية والدينية والأخلاقية ورث برقيبة الزلمة، ورث محمد. تو باش نورثوا فقرانا بالقروي الزبي. قال لك انا مانيش خايف وماشي الانتخابات كيما التلفزة نتاعو محلولة بالسيف ويبث بالسيف يترشح بالسيف. وعهد كبير باش يحكي على حرب أهلية. وهكا تو ولا يدافع على عيش تونسي ويدافعوا على عبير بوسي وعلى قيس السعيد. اما هم هكا يلموا الكل هكا تلز عليهم هما كل شيء يصب عندهم هما. راه فما برشا ناس مظلومين مش كان نبيل قروي راهو ضرب كان مش عليا يا ناس راهو ضرب على عيش توسي وعلى عبير بوسي وعلى قيس سعيد هاو تو يحكيوا تو اللونجاج الجديد نتاع نبيل قروي راهو مش انا بركة الناس كل مهده والقوع حمل همامي قال هي مساله مبدئيه ما اليوم كي ضربوهم غدي يضربوني انا كيما انت ضربت الوطن كيما انت نكت اعزلت انت نك كسرت كبيت سعد دي الرب اليسار وزيد عزلت الوطن طردت رب الوطن عليه الوطن لانه قياداته خانت البارح حمل همامي يسب في الوطن وتصوير شكري بالعيد مع القراء يخدم بموتة الوطن الزب يا حمل همامي اخي اللي خربوا تونس يا حمل همامي اللي خربوا تونس مش الاسلاميين يا حمل همامي يا ولد العروسه يا قعر اللي خربوا تونس مش الاسلاميين اخي الارهاب والمصيبه اللي عايشين ربها مش من جره الاسلام والاسلاميين شكون مصحح على 18 اكتوبر بيان مشترك مع الاسلام والمسلمين يا حمل همامي مع الاخوانجيه شكون مصحح معهم بيان 18 اكتوبر تحالف شكون تحالف مع الاخوانجيه عبر التاريخ مش حزب العمال اللا شيوعي اللا تونسي بقيادة الميبون حمل همامي والقحبة مرته فاقدة العقل والبصيرة اليوم صايب بسط في عقل مش ترويد مرتك تناكت في مخها زبي في بالي بدير ربها مرضت مرتك ما عادش عندها عقل زبي ربي يطيح فيها زبي يا حمل همامي يا قار تو هو صبح اليوم يخدموا بيك نبيل قروي يصبح يخدم بدين والديك ونبيل قروي يعدي له في دير ربوجك وانت بدك قلت نحن كجبهه شعبيه ما عندناش امل باش نجيبوا رئيس مال الواه متقدم دير ربك الانتخابات مال الواه متقدم لدير رب الانتخابات كي انت تقول بفمك يا ناس راني ما عندي حتى امل باش نولي رئيس يعني اوتر موندي ما هو قعر هو يا ناس ما تصوتوا ليش بيان سور اخي انا تو انا كجال بريك قررت باش نصوت في الانتخابات هذه حمل همامي قال انا مستحيل نجم نولي رئيس نمشي نصوت له نخسر صوتي ما نعطيه لواحد اخر صوتي ولا دونك حمم تيلمون قعر نكتر الوتد هو الفصيل الرئيسي في الرب اليسار الفصيل الاقوى والرئيسي في اليسار لا بروف جاب جلال بريك اخي دير الرب عندهم اخي في تونس فما حزب ولا خط سياسي عنده جلال بريك جلال بريك يعني مش فما شكون خير من زبي في الوتد ما تعرفوهمش فما ناس الوتد اكثر مني بلاغه فصاحه وقوة ورجولة وإنسانية ونضال ورب موجودين ومازالوا حيين الحركة العمالية والحركة الطلابية ما تثرات في تونس إلا بالوطن هدين الرب آخر الاتحاد العام التونسي للشغل شكون وصل السيطرة على ربه الكل مش الوطن شكري بالعيد باع زبر سيفري لم كنت خدمة عشرات الالاف من التوانسه الوطنيين الديمقراطيين اللي خدموا دير رب تونس منذ اكثر من رب 40 سنه ريتو نبيل قروي ما عندوش اخلاق ماهوش انسان هاكا يدافع على عيش تونسي تو فما واحد اللي عنده مينيموم تاع ذكاء اللي هي امي ما تعرفش اللي عيش تونسي ملك فرنسيس حصان فرنساوي اخي عيش تونسي موش عيش فرنساوي
هاو نبي القروي يساند في دين رب، قالك وعندهم الحق يتعدي وخيار دين ربك. انت ترقد مع مرتي ياسي يا فلان، انت ترقد مع مرتي على اساس انك ميبون، ما توقفش مع نساكر كلمة ما كانك راقد وحدك. انت وقت جيت لي لداري قلت لي راك اوموسيكسويل وتتصرف على اساس انك اوموسيكسويل وتمشي كالاوموسيكسويل وتتكلم كالاوموسيكسويل، وساعة لساعة تمكيش وساعة لساعة تلبس لنا روبة مثلا، نخليك ترقد بحذا مرتي ولا نخليك بحذاها في السال دو بان ولا في الحمام ولا زكم؟ انت تقول على روحك مخصي يا زب، مثال شو قعد حذا يلعب العق وقعد حذا الماء او برقد حذا نسي، خليك تقعد حذا نسي بصفتك انت مخصي. وسيد النبي كان عنده واحد مخصي ماك تعرفوها كلي هدول ومقوقس عظيم مصر، بعث له ماريا وعبد معاها مخصي سكن في بيت سيدنا سيد النبي محمد. سيد النبي محمد ما يخليه يرى النساء نتاعو، علاش؟ على اساس انه مخصي. به انت كي تجيني 3 سنين وتقول انت تعمل في الخير وفي سبيل الخير وترحم على ولدك والخير والخير والخير، ايش يصير؟ الناس تحبك على اساس انك انسان خير، على اساس انك انسان خير، عليه لانك تعمل كان في الخير. اي وفما واحد وممتوع قاعد يقول عليك لا يا ناس راهو مش يعمل في الخير، راهو ذيب، راهو يحب يولي رئيس، راهو الفقراء ترومبلان باش يوصلوا للسلطه، الفقراء المنايكين اكلي بكعبه بوسع تعطيها مهر البنت ويعطيها لك عمرها 12 سنه يصح عليها وتعرس حسب قانون برقيبه الزب. ابو ساعة كعبة ابو ساعة يعطيك بنته الزب فقير. نبي القروي 3 سنين وهو يقول انا مخصي ما نوقفش كل شيء، بيتوه مع انسانه وكيف يقوا بيه الزب اللي هو مش مخصي، كيف يقوا بيك انت مش تعمل فيه للخير تعمل فيه للنيك، شنو نعمل لك؟ ما نقص لك دير ربك رارزك ونخصي دير ربك بالمجد. سوني با شو يا نبي القروي، سوني با باسكو الناس اللي يعاقبوه خماش انه عقاب اللي هبط على دين رب غير عادل. يضربكش الشيطان بيدو، عنده الحق الزبي، انت منافق المتحيل انت هو، والمتحيل هو دينكم، دين الاحتيال والنصب، وانصبوا لهم كل منصب، واقعدوا لهم كل مقعد، كل شيء يعملوا، كل منصب وكل مقعد، فما اسقطش من ربكم. هذا هو نبي القروي كيفكم الطلياني. يا شكري بالعيد، مش قلت لك سيب على ربنا من حما وسيب على ربنا من لعبة الديمقراطية ما دام عنا اتحاد شغل في دينا وانيكو السلطة وحدنا؟ انا كان قعدت في الوتد، نحن بصراحة نقولها لكم، انا كان قعدت في الوتد فمش رب ديمقراطية، فمش رب تبادل على السلطة، انا نتبادل السلطه مع التيبيني. تيبيني قال لك البقر، ولا اسمعوا فرحت ربما تلقات نهبط، قال لك التيبيني التيبيني هاك عداوه في وحش الشاشه، تيبيني 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 قال لك البقر والغلم نهار اللي باش يتعدى التيبيني، يحكي على روحه اش تعدى التيبيني سي سون برينو تعدى التيبيني، قال لك الغلم والبقر يروحوا من القايله يروحوا من العشيه، ونساوين الطيب العشاء من العشية باش في الليل يقعدوا يتفرجوا في التبيني، وقت يبدا التبيني هذاك نحكي مع دير الرب ونتبادل مع زبورم والسلطة؟ هذاك الرقد في فرشي خاطر مرة نرقد أنا ومرة يرقد هو في فرشي، مرة يرقد في القاع ولا يرقد في الفرش، ومرة نهبت أنا القاع ويطلع يرقد في فرش زبي، قعر منتن يحكي بالغلم والبقر تروح على بكري نهار اللي هو معناته هو الساعه المنقاله عنده، هو وقت يرى البقر تروح يفهم الوقت، ويرى الغلم والبهايم تروح يفهم الوقت، مازال حيواني قردي. هذا نتبادل مع دين الرب والسلطه؟ انا نسلم امانه الامه لنبيل القروي خاطر الشعب اختاره؟ ينعزب برمك بيني وبينك اخي نبي القروي، مش هو اللي خلق السيستم هذا كله؟ اخي شكون خرج الجلال بريك باجي قال السبسي؟ هو خرجه لي انا الزب، كيفاه وقت كلكم تحبوا زبي
خرجوا الدخاير القديمه، الكلام اللي يمشي، خذ كلام كبيرك ولا العاقلين وليساج والاكسبيريونس ورجال الدوله، شنو رجال البريك زيب. خرجوا لنا البيجي زيب. شكون خرج دير ربو الباجي من القبر ومن النفطالين؟ المحتال نبيل القروي، نبيل برلسكوني تاع زبي الطولياني، سلو من ساره تاع زبي. شكون خلق رب الباجي اللي هو خلق الشاهد اللي هو عناك كل يوم يا نبيل؟ مش انت. شكون خلق الغنوشي؟ مش بورقيبه؟ هاوكا دار على بورقيبه. شكون خلق الباجي؟ مش انت، هاوكا دار عليك. شكون خلق الشاهد؟ مش الباجي اللي جبته انت، هاوكا دار ولا بعضهم. تحب نتبادل مع دير ربكم السلطه؟ انت ترقد في فرشي دير ربك، انت ترقد في فرش زبي عليه، انت نظيف، انت نظيف يدير رب لحمك، انت ما عمرك عندكش امراض جلديه، انت مكش قارص، ما انت ترقد في فرش يدير ربك، انت تحط رب راسك على مخدد، وجهك على مخدد زبي، وبعدين نحط على دير ربها وجهي. تعاش ام تعاش. Il continue à utiliser la télévision et personne ne bouge. Nabil Karl même واصل في الحمله نتاعو وقالك باش نتعدى بالسيف زيبي تخراو لي فيه، قالك مانيش خايف منكم وباش نترشح. اش معناتها بالقوه تترشح زيبي؟ تمشي ليزي وتفرض عليها بالبونيه انها تسجلك ولا تحب تعمل حرب اهليه؟ تحب تعمل حرب اهليه انت وقيس سعيد وجماعه عيش ميبون ولا عيش فرنساوي؟ يا مجرح، انت غير قادر على انت وانت وانت وزياد الاخضر، مش قادرين تدخلوا للسريه؟ ما كومش قادرين تدخلوا للسريه وتدعيوا لقلب الدوله على دين ربي من فيها وطرد فرنسا، فرنسا والعرب نهائيا، لفرنسا والعرب والترك نهائيا من دين رب تونس، ما نموتوش، يلعن دين ربكم. انطردوا فرنسا والعرب والاتراك من تونس نهائيا، البلاد تتفرهد، هذه كعبه، واثنين ما نربحوا ونوليو اقوى من الرب، هذه فرنسا. عبير بوسي مش مشيت البرلمان الاوروبي تشكي؟ مش مشيت للسياده في اوروبا وتدي في اليمين الولاء والطاعه؟ راني بريزيدونسيابل وراني جو سوي لا لين بورغيبيست qui a toujours baissé la culotte de la Tunisie, qui a toujours laissé les Européens nous enculer, et en premier chef, la salope France. Ce n'est pas votre président, le salopard connard Mohamed Larbi Hollande, ce n'est pas votre président, Madame Salope France, qui avait dit que la démocratie était et que l'islam était compatible avec la... que l'islam était compatible avec la démocratie, que l'islam était compatible avec la démocratie. C'est pas toi qui l'a dit, la France, président de la République française? Tête et chef de l'État? Tu viens dans notre assemblée constituante et nous annoncer la bonne nouvelle, qui est quoi? Que l'islam était compatible avec la démocratie. L'islam compatible. Lina nahna l'islam, ya miboun, ya Hollande. Hadek alesh psa ntarrad dir rabba kinti u'ish fransawi, imta zibi, qalou terres. Terres. Tayes, oui. علاش معناتها التياس؟ ما حكيتها لكم كل مرة، تضحكوا على دينكم. دينكم فضيحة يا زبي، كيما أخلاقكم. مع الزبي أنا فماش ديمقراطية، راه قلتها لكم، مع الزبي أنا فماش ديمقراطية.
n'y a pas de démocratie. Pourquoi? On ne peut pas donner une arme à un enfant. On ne peut pas donner des produits chimiques à un bébé pour qu'il joue avec. Est-ce que vous êtes adulte? هل انتم كهول عاقلين راشدين باش نعطيكم سلاح الديمقراطية اللي تترسم به خطوط الدولة اللي هي تصنع الأطفال يعني الأجيال يلعن دين أربك أخي أولادنا نحن كي يدخلوا في المكتب في الابتدائي قديش يعديوا من ساعة وما يحظوا في العربية وفي القرآن قديش على حساب المات والفيزيك والفنون العالمية والرسم الرسم حرام في الإسلام الزبي مش قراني بورقيبة أنه الرسم حرام في الإسلام أخي الديمقراطية حلال الزبي أخي شكون يحكم الله أو العبد يلعن دير ربك كيفاش ديمقراطية وقت الحاكم هو الله ومن لم يحكم بما أنزل الله شو ربكم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون دونك داعش عند الحق كي تكفر دير ربكم وتقتلكم وتذبحكم عليه وتسبي نساكم عليه لأنكم من قوم ومن لم يحكم بما أنزل محمد فهم الكافرون ومن أنزل بمن لم يحكم محمد فأولئك هم الفاسقون كافرون وفاسقون ونقول اللي من يحكمش بيد جلال بريك وبقوة جبروت جلال بريك فهو الميبون نحشيولو في عصمه جعب مقرون جلال بريك هو الحل ضد الغازي والمحتل أم زيت ما كتبتهاش هذه في أي مكان في تونس اكتب دير ربها فما شكون اكتبها في يده ايش بي عجبتني أنا واحد اكتب دير ربها جلال بريك هو الحل ضد الغازي والمحتل تخرالو فيه وخرج يحوس به شدولو من زبو تشدوا لي منه كما هو شي منه